الحديث أكثر ينضم لنا عبر سكايب الدكتور محمد الريشان، وهو أخصائي أول طب أسرة في تجمع الرياض الصحي الأول. أهلا وسهلا بك، صباح الخير. أهلين وسهلين، يعني في البداية نبغى نعرف أهم النصائح اللي ممكن توجهها الآن للحجاج استعدادا لأداء مناسكهم. نتحدث عن نصائح اللياقة الرياضية اللي مفترض يكونون مستعدين بها. أول شيء البدء بممارسة الرياضة بشكل يومي، تبدأ بالتدرج، يفضل أنها تكون من 20 إلى 60 دقيقة، والحرص على ممارسة الرياضة الهوائية مثل المشي بخطوات سريعة، الهرولة، الجري، السباحة، كذلك الحرص على أخذ قسط كافي من الراحة مع الأكل الصحي وشرب سوائل كافية، ولا ننسى أيضا اللبس المناسب مثل الجزمة والملابس القطنية أثناء أداء الرياضة. يعني اللي ينصح به الآن خصوصا للذين لا يمارسون الرياضة، حتى لا يكون هناك أيضا بدلا يكون استعداد يكون إرهاق. نعم بالضبط، يكون الحج سهل ومليء بالطمأنينة والإيمان. المدة اللي المفترض ينصح بها لممارسة الرياضة، يعني يقول لك شخص أنا مارس رياضة، كيف أحصل على أفضل لياقة وبالتالي حتى لا يعني أتعرض لإصابات أو أجهاد، يعني أني أبالغ في ممارسة الرياضة، كيف تنصحون أن الواحد يضع له معيار زمني لحاجته بأن يحسن من لياقته البدنية دون الشعور بإرهاق؟ تعتمد من شخص إلى شخص على حسب المقدرة، لكن الأفضل هي 60 دقيقة في اليوم. 60 دقيقة، ذكرت أنه أفضل الرياضات حاليا اللي هي الهوائية، هل هناك رياضة معينة يعني يتحدث ما بين المشي ما بين السباحة ما بين آلات الأجهزة المختلفة الدرج أو غيرها، أو كل شخص وما يستطيع أن يفعل من الرياضات؟ مثل ما ذكرت، كل شخص وما يستطيع أن يفعله وقدرته أيضا. الأفضل طبعا الجري، بعدها المشي بخطوات سريعة، وكذلك ركوب الدراجة والسباحة. أهمية الإطالات، تمارين الإطالة أيضا، ماذا عنها؟ مهمة تمارين الإطالة، بحيث أنها تمنع من التشنجات العضلية وتؤدي إلى التقليل من الإصابة لا سمح الله أثناء الحج. طيب خلنا نروح الجانب التغذوي أيضا، ماذا عن التغذية أيضا؟ كيف أن تكون التغذية من الأمور المهمة للاستعداد لموسم الحج؟ يفضل أن الحاج يختار الطعام الطازج مع كثرة الخضار والفواكه، ومحاولة تجنب الأطعمة المعلبة، تناول كميات كافية ومتوازنة من الطعام، والحرص على عدم الإكثار منه إلى حد التخمة، اختيار الطعام المطهو بطريقة الشوي أو السلق، تجنب الأطعمة المقلية، تناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات مثل التمر والمكسرات الحبوب الكاملة، الحرص على تناول الأطعمة المليئة بالبوتاسيوم مثل الموز للمساعدة في تخفيف التشنجات العضلية. أهمية أن يذهب الفرد إلى طبيبه قبل طبعا الذهاب للحج، استحدث طبيبه إذا كان يعاني من أمراض، أو حتى طبيب أسرة لأخذ أيضا بعض النصائح الوقائية أو معرفة حالته الصحية ومدى جاهزيته. مراجعة بالنسبة لمراجعة الطبيب قبل السفر للتأكد من استقرار الحالة الصحية والقدرة على الحج والعمرة. إذا كان الحاج يعاني من أمراض معينة، يكون يحرص أن الطبيب أنه يعطيه الأدوية الكافية لتتغطي مدة الحج، وكذلك إعطائه تقرير كامل بالأدوية مع الجرعات وأوقات أخذها. وأيضا في بعض الأمراض المزمنة مثل السكر، يفضل أخذ جهاز السكر معه. خلينا نرجع شوي للتغذية، يعني مع اشتداد الحرارة في بعض المناطق والاستعداد أيضا للرياضة، أهمية السوائل في تغذية الجسم لأن يكون بأفضل حال. لا شك أن في أداء الحج وأيضا الجو الحار يحتاج الحاج إلى شرب كميات كبيرة من الماء، نعم. غالبا تكون من 2 لتر وأكثر. كل الشكر لك على هذه المداخلة، إذا عندك نصائح أخيرة ممكن تلخصها بالنسبة للذين يستعدون لأداء مناسكهم في موسم حج هذا العام. ننصح الحجاج بالتوجه للمراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة بدون أخذ موعد، لأخذ الجرعات اللازمة من التطعيم للحج، والتوجه أيضا للطبيب لأخذ النصائح حتى إذا كان الحاج لا يعاني من أي أمراض. الدكتور محمد الريشان، وأنت أخصائي أول طب أسرة في تجمع الرياض الصحي الأول، شكرا جزيلا لك. شكرا.